شغله انه انت لازم تكونين دارسه الموضوع كلش تمام، لا. وبنفس الوقت تكونين انه انت فاهمه هذا الطريق، انه راح يجيك انه الاشياء السلبيه اكثر من الايجابيه. اكو بنات ما يتحملون انه دائما تجيهم حكايه ما حلوه، فقلت لك انه تتحملين الاعراض السلبيه اكثر من ايجابياتها. صحيح صحيح. طبعا أنغام خلينا نحكي على الخصوصية. اليوم أنتوا كفاشينيستات مقدمين خصوصيتكم على طبق من ذهب، نحكي واقع حال، تعرضون حياتكم بكل تفاصيلها. اليوم بصراحة نحكي على أنه اليوم الشباب صاروا الوظيفة أو هاي الوظيفة انتهكت حياتكم الشخصية، خلينا نحكي على تفاصيلها أكثر. يعني خلينا نبين للشباب اللي او الشابات اللي يريدون يصيرون فاشينيستات بالاخير هي انتهاك الخصوصية. انا واحده من الناس بالبدايه كلش انه ملت انه عرضت حياتي الشخصيه وحياتي اللي بالبيت كلش هوايه، بعدين شفت انه بدا العالم والناس اللي متابعتني انه تميل وين اهلك وين الناس بالزوجه لولا اي اي وين رجلي كان تحبين لولا لا مزوجة لا لا مو اللي سويته على بشكل عام انه انت وين رجلك وين امك وين ابوك وين اخوك زين اوكي شاليكم بيهم هاي صفحتي، فانه يعني تخيلي انه يدخلون على اهلي يدخلون على زوجي وينكم وينكم، كلش ضجت يعني كلش اثرت على حياتي الزوجيه على حياتي ويا الاهل كلش اثرت. طيب لو ينعاد الزمن روزا احمد رح تصير فاشينيستا؟ اي حلو برافو.